عمليه التصويت انطلقت على الساعه 8 صباحا في باقبال نعتبروه يعني جيد مقارنه بالعمليات السابقه. في نفس الوقت قامت السلطه بوضع كل اللوازم سواء الماديه والبشريه حضور اجمالي للمؤطرين. الصباح جيت باش نقوم حتى انا بعمليه العمليه الانتخابيه ونخيروا القائمه الافضل لتسير شؤون البلديه والولائيه لهذه الولايه المغبونه، الولايه المجاهده، والحمد لله الامور هي مليحه لهنا، وان شاء الله ان شاء الله يجي يخرجوا لنا مجالس تستحق انها تواكب هذه الولايه للتطور والازدهار.